انا جايب لك ارخص سعر ساعات في العالم، يعني مش محتاج انك تخنصر من باباك او مامتك او تبيعي الذهب بتاعك. لا 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 لا، الموضوع اسهل من كده بكتير. الساعات هتبقى برخص التراب. ركز معايا بقى في كل كلمة هقولها، لان طالما حضرتك دخلت الفيديو ده انت بتفكر جديا في انك تشتري الساعات. بتفكرني بالظبط بالاب والام الفشلة اللي بيربوا ابنهم الفاشل في تعليم فاشل. ازاي يروح يشتري له الامتحان بتاع اخر السنة ويقول له ادخل يا حبيبي حل، وطبعا يجيب 100 من 100، واخر السنة يحتفل ويقول والله وعملوها الرجالة، والرجالة عمالة تفشل، وفي الاخر هيطلع جايب 99% ويطلع دكتور، وعايزينه كمان يكون دكتور شاطر. طب منين؟ هو انت اصلا اسسته؟ هو انت اصلا فهمته الطريق ازاي؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط في القنوات. لإما تدخل جامعة خاصة وتفضل تدفع طول عمرك فلوس 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 علشان تتشاف والناس تعرفك، لإما تجتهد على نفسك وتدخل جامعة حكومية. بس هنا لازم تأسس قناتك صح بنسبة 100%، لازم تبني جمهورك بنفسك. امسك طوبة طوبة وابني جمهورك بنفسك، امسك فيديو فيديو وفكرة فكرة وعنوان عنوان، وخد وقتك المناسب جدا في انك تجيب العنوان المناسب للفيديو. مش كن فيكون، النجاح سلم انت بتطلعه. لو مفكر ان كل حاجة بتشتريها الفلوس فانت دفعت كتير جدا وما تشهرتش، وعلشان تتشهر محتاج تدفع فلوس اكتر واكتر واكتر. اما ابو 500 جنيه وابو 400 جنيه وابو 1000 جنيه وابو 5000 جنيه علشان يجيب مشاهدات مدى الحياة، مش هتعرف يا صدق. والله العظيم بترمي فلوسك في الارض، والله العظيم بتبني وترمي فلوسك في الشارع. اسمع الكلام ده لان الكلام ده هيوفر عليك كتير جدا وانت بتجري علشان تشتري 1000 مشترك غير متفاعل في قناتك ملهمش اي قيمة، وانت بتجري تشتري ساعات علشان تجيب ارباح ومفكر انك اول ما تفعل ربح هيجيلك 130-400 دولار في الشهر، وتتفاجئ بالسنتات. ايه ده؟ هو انا كنت من البداية غلط؟ يا لهوي انا عايز ارجع تاني، وتبدأ من اول وجديد في قناة جديدة بعد لما قناتك الاولى تكتشف ان هي ماتت. وهنا البقاء لله يا صديقي على قناتك، لانك انت هنا موتها بنفسك وبايدك. نفس الموضوع بالظبط بيحصل مع قنوات الطبخ والروتين اللي بيجروا علشان يعملوا منتديات بشكل كامل متكامل على كل فيديو ليها عند ناس بدون ما تفهم يعني ايه قاعدة جماهيرية ليها. ما بتديش لنفسها الريست المناسب علشان الجمهور يعرفها ما بين كل فيديو فيديو فيديوهين في المنتدى. طيب انت مين يعرفك من النهاية ومن البداية؟ ولازم لما تيجي ترفعي عند منتدى تكوني واثقة بنسبة 100% انت بترفعي عند مين وبيشتغل ازاي، علشان ما تلاقيش التعليقات كلها جاية تقولك انا من طرف ام احمد. انا مش عايز طرف ام احمد، انا عايز الناس تدخل تتفرج على الطبخة اللي انا بعملها. افهموا الكلام ده وادرسوا، لان كل حاجة انت بتعملها لازم تفهمها وتفهم النتيجة بتاعتها على قناتك وعلى احصائياتك وعلى الفيديو اللي انت بتعمله. وهترجع وهتبص ان الفيديو الوحيد اللي بيجيب لك مشاهدات على قناتك هو الفيديو الذي تم انتاجه بواسطتك وعنوانه بتفكير مقنع بالنسبة للمشاهد، وصورة مصغرة تم انتاجها بشكل رايق وانت شارب كوباية الشاي بتاعتك وبتقول لنفسك انا هصور الفيديو ده مختلف. اشرب كوباية شايك وقعد ومزك وانت بتعمل فيديوهات يا جماعة، خدوها استمتاع، ما تاخدهاش مصاريف. الفلوس اللي انت بتدفعها دي ابنك اولى بيها وانت اولى بيها وبيتك اولى بيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على جميع العالم، على جميع انحاء العالم. لو مفكر ان الساعات هتجيب لك ارباح ابقى تف في وشي، لو مفكر ان المشتركين اللي انت بتشتريهم هيجيبوا لك ارباح ابقى تف في وشي، لو مفكر ان البداية غلط للقناة بتقومها ابقى تف في وشي علشان تنجح وتشتغل ويكون لك جمهور بفلوس
محتاج تدفع مبالغ مهولة، محتاج تكرت كتير، مش مجرد فلوس خفيفة. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنتج المحتوى على اليوتيوب اللي حابب يوضح لك ادق التفاصيل. ارخص سعر ساعات في عمرك هو مجهودك مش فلوسك. شكرا.